طيب من اي حته نكلمهم هيقول لنا، ورقم 15301 هيئه الدواء المصريه. طب خلينا نتكلم النهارده علشان كمان هيئه الدواء النهارده اطلقت مبادره مع شركاء الدواء، هي سحب الادويه منتهيه الصلاحيه من الاسواق. الحقيقه انا بس عايزه من البدايه افهم، لان انا يعني حتى لما قريت ده كان عندي تساؤلات، هو اوريدي الادويه المنتهيه الصلاحيه بتروح فين؟ ده سؤال مهم. اولا ادويه منتهيه الصلاحيه اي دواء له تاريخ انتهاء سواء سنتين او ثلاثة او في بعض الادوية الخمسة. كويس. التاريخ الصلاحية ده معناه ان هذا الدواء لا يتم استخدامه بعد هذه الفترة، لانه ممكن يتحول الى مواد تانية غير فعالة، وهذه المواد بتكون ضارة بالصحة زي الكبد والمخ والكلى. كويس. وبالتالي ما نقدرش نستخدمها بعد تاريخ. الدواء بعد ما بينتهي تاريخه الدواء ليه مصنع او شركة سقطت، وهي المفروض هي المسؤولة عن دعايته في السوق، فلا بد من هو هذه الشركات ان هي تاخد ادويتها، او لما الشركات تاخد ادويتها وبتجمعها بتيجي بتعلم هيئة الدواء بكم المرتجعات اللي هي عندها بادويتها، وهيئة الدواء بتشكل لجنة من هيئة الدواء كتفتيش والشركة الموزعة، وبيطلعوا على محرقة لإعدام هذه الأدوية. تمام. وبيتعمل بيها محاضر اعدام رسمي انها تم اعدامها والتخلص منها. ده المسار اللي بيحصل بالظبط. طب المبادره بقى هتعمل ايه؟ يعني بما ان المبادره يعني اللي انا فهمته من حضرتك ان الصيدليات بترجع الادويه المنتهيه الصلاحيه للشركات، والشركات بتتواصل مع هيئه الدواء المصريه فيتم اعدام هذه الكميات. تمام. ده اللي هو الطبيعي، المفروض الطبيعي والعالم كله شغال كده. كويس. احنا المبادره ليه بقى؟ لانه بدات بعض الشركات التوزيع تتقاعس في انها تسحب الادويه منتهيه الصلاحيه من الصيدليات. فاصبحت الادويه منتهيه الصلاحيه في الصيدليات فيها تراكم. كويس. وبالتالي هنا لابد من تدخل الدوله، هيئه الدواء. فبدأت هيئة الدواء تجيب إجابة النهاردة الشركات ونقابات الصيادلة وشعبة أصحاب الصيدليات وشعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية وغرف صناعة الدواء والموزعين والمخازن تحت إشرافية الدواء، جابتهم على ترابيزة واحدة وقالوا لابد من وضع آلية لسرعة سحب هذه الأدوية من الصيدليات. فهيتعمل لجنة، واللجنة دي هتحط مقترح بحيث آلية تسرع من سحب هذه الأدوية، لأن الأدوية دي ممكن بعض الناس اللي هو الصيدلي لو لقى عنده تراكم في الأدوية المنتهية الصلاحية هيرميها في القمامة، لما يجي يرميها النهاردة بيتيجي ناس متخصصة تاخد الكلام ده وتاخده تعيد تدويره، ففي ضرر. فكان هيئة الدواء تدخلت النهاردة وعملت هذه المبادرة والناس قعدوا يعني هيئه الدواء اكتشفت حالات زي دي ان فيها يعني اعاده تدوير مثلا الادويه او اعاده بيعها منتهيه الصلاحيه، حصل مثلا محاضر واكتشفت ان ده حصل على الارض؟ في حاجات تم رصدها، حاجات تحت بير سلم تم رصدها، مش بس هيئه الدواء، ده جهاز حمايه المستهلك مع هيئه الدواء. كويس. وبعدين حضرتك القصه في ان انا برضو حقن اللي هي ادويه الاورام، هذه الحقن لابد من اعدام الازازه نفسها. لان الناس في ناس بتاخدها حدوته الاورام، عارفه حضرتك سعر الحقنه ممكن 30,000 جنيه. ايوه. فاي حد يحط فيها اي حاجه ويعبيها ويغلفها ويجيب علبه شيك وكده مفيش مشاكل عنده، ويحط لها نشره وبتاع ويبيعها يكسب فيها قد كده، وبالتالي المضروره المريض. صحيح. صحيح. فهي دي نقطة مهمة، والاجتماع النهارده ده كان اجتماع مهم جدا، واحنا بنشكر هيئة الدواء انها عملتها. لا الحقيقة هي نقطة مهمة، واحنا كمان يعني فهمنا من حضرتك أكتر تفاصيلها دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. شكرا.